تجري بتاع السنس. Is this sensation a sense of position? Receive the word. Cruise ولا free ولا passive؟ تختار ايه؟ الاجابه passive. طبعا قبل ما نكمل، طب ايه فكره الكروز ريسبتورز؟ جماعه الكروز ده اللي مسؤول عن الكود، ملناش دعوه بيه. ده حاجه تانيه. نيجي بقى بعد كده.
بنسيبه للتمارين صح يبقى كله صح. طبعا النقط اللي انا عايز اقولها السؤال اللي بعده هسألكم السؤال اللي بسأل امتى الفايبريشن يفقد؟ لو انت فقدت اي فايتال بي 12 ولا 1 ولا 2 ولا 6 سنة ايه؟ بي 12 عارفين ايه السبب؟ يا جماعة البي 12 مسؤول عن الماينيشن اوف ذا يونس. البي 12 هو اللي مسؤول عن الماينين شيس. تخيل الفايبريشن ما عندوش ماينيشن عشان يبتدي محتاج ماينين شيس صح ولا لا؟ عشان يحس عايز ماينين. طب الفايتال البي 12 اللي بيعمله ناقص هيبتدي كويس كويس ولا لا؟ اكيد مش هتنين. يبقى الاجابه بي 12 ديفيشنسي. بص يا جماعه بقى السؤال اللي بعده. الناس دي الناس دي دخلنا على الموتو الدكتور ماسك السن اوف ذا فود بتاع العيان وايده تانيه على الانكل شويت. فاكرين يا جماعه التوم في السكاشن كنا بنعمل في التوم ولا لا؟ التوم كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل شيكينج لوان شايت. فاكرين هو ريست وكنا بنسمي بيه الالبو. فانت لو بصيت على رسمه موتو رسمه الاوستي الدكتور ماسك بايديه شايت ومثبت التاني او ماسك حاجه ومثبت التاني الكلام بيبقى عن التون. بصوا بقى يا سيدي ريكاردينج سيس اكزامينشن انا عايز الاجابه الغلط. Impatient is passive. اه لا يلا بسرعه. العميل بيبقى اكتف ولا passive؟ passive صح. الدكتور شيكس ذا اكزامين جوينت صح. الدكتور بيعمل شيء مش بيعمل شيء من ريست سكشن من سابت الابن. ذا دكتور فيكس ذا بروكسيمال جوينت اه. هل يا ترى محتاج ان العيان يغمض عينيه؟ صح ولا لا؟ مش محتاج. يبقى دي اجابه غلط. لان انت يغمض عينيه لو سنسو ده سنسو ولا موتور؟ ده موتور. يبقى كلوز هيز ايز؟ لا. يبقى اكسبتنج الريسبتور اكسبت. طبعا كلكم فاكرين محاضرات الموتور سواء كنتوا بتحضروا مع الدكتور عبد الحميد او الدكتور رائع. مين الريسبتور اللي بيحس بالتور؟ النيوكليار باك ولا تشيل بعدين مستهلك ستريتش ميكس. فوانا بحط الجمل دي بقى النظري اللي ممكن يتحط على صور الاوستي. فاهم قصدي؟ عشان كده بقى مفيش وقت ان انت تذاكر النظر. هنعمل ايه؟ اكتبوا لي جنب الدور المعلومات الاتيه او الكلمات جنب بعض. فايده الكلمات دي ايه؟ نلم الموضوع اللي مش وقت. لو جالي على طول ايه اللي انا
عارفين ان هو الشغل سبيتش فاكرينه ولا لا؟ يعني انا عملت حادثه دلوقتي وعندي اوبر موتور نيورون ليشن، هل يكون عندي دلوقتي يزيد ولا يزيد بعد فتره؟ يبقى مش هقول شغل سبيتش، هقول ستيتش اوف ريكفري. خلي بالكم ان الاوبر موتور لو ترجعوا له للنظري في البدايه كان في حاجه اسمها سباينال شوك. فاكرين سباينال شوك؟
شمال سؤال، هو انا ليه بستخدم شمال على الشمال او بس بدين الاساس؟ لو انا ما استخدمتش ايدين، ايدين هتقع بالجرافيتي صح؟ هتقول طب ليه يا عم؟ لو تفتكروا الجرافيتي شو هو بيشتغل على مثلا كبسول وتاتكس، في الحاله دي هيبقى ستريتش وفلكس ويعمل لي طول مش العادي اللي سمعتوه المحاضره. هل انا دلوقتي انسان ساتون ولا اعمل حاجه دايناميك؟ بعمل حاجه معينه في ظروف معينه، يبقى انا لازم تو افويد جرافيتي. يعني الفكره انا عايز ابعد الجاذبيه عن الموضوع، فهل شمال على شمال كده تعمل مشكله؟ واعطي الصمت بتاع الشمال على البايسبس تم. فاهمين قصدي ولا لا؟ اهي شمال على شمال، اهي بايدي اليمين واطرق على التم. لو انتوا بصيتوا على زمانكم، طبعا انا معاكم في مشكله الناس شايفه قوي، لازم الطرف بتاعه يبقى لتحت. هي بقى سالت سؤال، ليه البول يبقى لتحت؟ هو السؤال البايسبس ريفلكس، البايسبس ريفلكس سبايرن اوف ذا بيشنت شود بي بروميتد. يعني انت وانت بتعمل ريفلكس لازم البول بتاع سنينك لتحت، ما يبقاش البول لفوق. هي سألت طب ليه لتحت؟ هتعرف ايه؟ صح، البايسس بيعمل سوبرميشن. علشان تخليه يشتغل لازم تحطه في نطع عكس وظيفته، اه ولا لا؟ مش انت بتعمل سوبرميشن، انا هخليك تقعد عليه بروميشن. لو انت شغال صح حيبان العكس، فهمت قصدي؟ وفي حاجه ثانيه بتسال فيها مش مكتوبة، فانتوا هتكتبوها بقى معايا. سألت شروط الخطة ايه؟ اكتبوها معايا. شروط الخطة هي بتحب قوي قوي الشروط، مواصفات الرؤية شغالة، شروط الخطة مفيش مشكلة. هل الخطة ليها شروط؟ اه، اكتبوا الشروط بقى. مواصفات السترايك، انا عايز اخطط لازم يبقوا خمسة اس، خمس كلمات يبتدوا بحرف الاس، وده مش تعريف من عندي، ده هي اللي كانت بتقول كده في المحاضرات زمان. هي قالت هتقول الكلام اللي هي هتقوله، خمسه اس، اول اس لازم الخطه تبقى صادم صادم، اول اس صادم، خطه مفاجاه. ما ينفعش
مش اي حاجه. لو قعدت تشرح السكشن تكتب بلاش دي اسعار غاليه. يعني انا دخلت سكشن مره شرحوا لي تريكس، تلاقي يقول بقى عشان دراستك ومتحمس وجز على سنانك وكده. قالت لي حضرتك ناخد من عندنا وجز على سنانك. قلت لها ماشي.
مين جديد. السؤال يا حديثين هيقول لك في ترانس ولا عرة سرعة؟ يبقى ليه في ترانس؟ يبقى انا عديتي في ترانس في رعشة. الكلمة التانية اكتب ريجيتي، اكتب ريجيتي، دي مهمة قوي. الريجيتي اللي هو هايبر تونيا والانفة وكلام النظر. في المصري ما بيخشوش نظري قوي، بيخش على مين؟ بقدر الامكان. النقطة الثالثة علاج الباركنسونيزم ده اديله طبيب ولا اديله ايه في توبة؟ اديله ايه في توبة؟ تريد باي ايه في توبة؟ يا جماعة نصيحة بكررها كل شوية، حاول وانت بتذاكر في اليومين دول قبل وصفي لازم تبقى سريعة. المطلوب منك العالمين الوصفي في النظر شوية عندك معلومات تعرف تفتكر ما فيهاش خطوة يعني. نيجي بقى للتجربة. لو اتكلمنا احنا الرسمة اللي موجودة هنا على الشمال، الدكتور حاطط صباع في ايد العيان والعين قافل صباعه عليه، انا بختبر هنا تون ولا باور؟ باور. وشرط اساسي في الباور سبيشال بيشوت بيه receive a friend. يعني انا مين السيرفر؟ باخد
مش قادر احدد المسافه بين صباعي والبين صغير تسمتها وديس ارسلا راجعوها من الكتاب فيها صعوبه اي جزء. اكتبوا بقى معايا سؤال دكتوره شاديه عمل هل حلت عمل صغيره عشان الموضوع يبقى واضح سهل جدا بس السؤال الغريب والسهل قالت لها انت لو اثنين صغيرين عندك كويس هتعملي ديس مدري ماشي يا ترى لما صباعك يتحرك يتحرك ازاي؟ يتحرك بعد الموس كده ولا كده؟ يعني يتحرك
كده. فرضاً إن أنا العيان ومغمض العين، مش الدكتور بيجيب الألم كده ولا لأ؟ بتجيبه معلش كده؟ بيجيبه ميتر، وهو الميتر بيعمله إيه؟ بيطلعه فوق وينزله تحت، بعد كده جبته لفة، وعندي لفة على فوق وتحت، كأني بعمل حرف إيه؟ إتش. فالسؤال ده بيسأل الأساس الكبار عندنا، يا ابني اسم التست إيه؟ هتقول له إتش تست. فعلا السؤال ده اتسأل قبل كده، ولما الطالب عرف الإجابة بالإتش تست بقى بحرف الإتش، هما اتضايقوا. إزاي هما عرفوا الإجابة؟ فأرواحوا ساعة من الولد إجابة، قالوا له إيه؟ بلاش الإتش تست، ممكن تقول لنا على اسم تاني للتست غير اتش تست؟ هتقول له اه، في مجرد فولو تست، تتبع الفينجر، فينجر فولو تست، فينجر فولو تست. جماعة دي حاجات مهمة، مش هتقرا في اي كتاب ولا في اي حاجة، محدش كاتبها. اتش تست او فينجر فولو تست. هي الكورنيا
واسمع الله تاني. وانت لا تفرح جوال وعايز اشوف حاجة حمرا شكلها فين مبدلة عشان نبدل ولا لا. النجمة الصفت تلت كلنا عارفين مين اللي مسؤول عن النجمة دي تبقى في السنتر وزرقانها. ران تيجس في الاسئلة عن تيجس مير انت اللي هتفتت تعمل قصدي وانت يبقى نورمال. طبعا لو في سؤال اسال عن ايه؟ سؤال طبعا موضوع عشان اسال عن البلعه عن السراوندينج مسؤول الفيجاس عن حاجات كتيره في الكنترول والهارت ريت من زمان. فالازمه دي طب فرضنا دكتوره فاتن فرضنا جابت اليوم نايمه وناحيه الناحيه اللي اليوم مش مستريت. فبقى دكتور شكري اوعى تحط
على مين في مصر كنت عارفها انا حاططها لكم بالاسامي. فاهم قصدي؟ في الامتحان مش بتيجي باسامي، بتشيل